كلمة أولى فقراتنا لليوم من عالم الصحة ولسه بعيدا عن جائحة وباء كورونا. كتير حكينا عبر صباحنا غير عن أعراض فيروس كورونا وصار يمكن معروف عند الكل وعم تتبدل، يعني كل فترة عم يطلع معنا أعراض جديدة حسب آخر الدراسات وحسب منظمة الصحة العالمية. دائما عم نتفاجأ بأعراض جديدة وعم تختلف من شخص لشخص، بس يمكن من الأعراض اللي كتير الناس عم تتضايق منها هي فقدان حاسة الشم والتذوق، عم تكون بشكل كتير كبير، عم توصل لل90%. بس يمكن في كتير من الأمراض كمان من خلالها ممكن نفقد حاسة الشم والتذوق. خلينا نعرف يمكن آلية عملهم، تفاصيل أكثر عنهم مع الدكتورة ميس حوراني، أخصائية أذن أنف حنجرة. صباح الخير. صباح الخير يا هلا، كيف يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. أول شيء صباح الصحة والله يقويكي ويعطيك العافية، باعتباركم يعني خط الدفاع الأول وأكثر اختصاصيين الأنف والأذن والحنجرة والصدرية، هن أكثر أطباء هلا عم يشوفوا الحالات عليهم. يعني بصراحة يعني اليوم حاسة الشم والتذوق، كثير من الأوقات الناس عم بتقولوا إنه هي أكثر شيء عم بيكون عرض واضح هلا خلال فترة كورونا، إنه عم تختفي عندهم. خلينا نحكي عن المنشأ بالبداية، منشأ هي الحاسة عند الإنسان وليش عم تتأثر كثير عند مرضى كورونا. الشم والتذوق مسؤول عنهم عضوين عند الإنسان. رح نبدأ بالشم. الشم مسؤول عنه الأنف. بالقسم العلوي من الأنف في عنا الغشاء الشمي، غشاء مخاطي، بتوصل له جزيئات الرائحة، بتنبه مستقبلات معينة موجودة بالخلايا الشمية نحن بنسميها، بتصير عنا تفاعلات كيماوية بتنتقل عبر العصب الشمي للدماغ يلي بيفسر هاي الروائح. بالنسبة للتذوق المسؤول عنه هو اللسان. اللسان موجود فيه مثل ما خلينا نقول جسيمات، هي جسيمات هي اسم البراعم الذوقية. اللسان مسؤول بشكل أساسي عن تحديد 4 طعمات، هن الحلو والحامض والمر والمالح بالإضافة للملمس. كمان نفس الشيء بالبراعم الذوقية، بتتحول الإشارة من إشارة ميكانيكية لكهربائية، بتنتقل عبر الأعصاب، بيتم تفسيرها بالدماغ. هاي بالنسبة لمنشأ الحاستين. الحاستين كتير مترابطتين، يعني نحن لما نفقد الشم حتى لو مفاقدين التذوق كتير تتأثر طبعا. كتير تتأثر عنا حاسة التذوق وتمييز الطعمات. يمكن حتى أوقات وقت بنكون عم نطبخ شي طبخة بحس الواحد داء طعمتها من ريحتها. تماما فلهيك في يعني هو له علاقه بالتفسير الدماغي. التفسير الدماغي لما نحن نفقد حاسه الشم كثير بتعرف عنا حاسه التذوق. طيب خلينا نحكي يمكن من اكثر الاعراض هي اساسا اعراض فيروس كورونا الشائعه هي فقدان حاسه الشم والتذوق. خلينا نحكي عن هي الاعراض، كيف بتبلش، سببها أساسا. في كثير من الناس بتقول لك انا لا ما فقدت حاسه الشم، في اشخاص اخرين بتفقد حاسه الشم، في اختلاف حتى بالاعراض من شخص لاخر. المعروف انه فيروس، صار معروف للكل انه فيروس كورونا انماط. صحيح. من حسن حظنا يمكن انه من الانماط اللي نحن نصبنا فيها هي له عرض اساسي هو فقدان الشم والتذوق. بالاول شيء ما كانت الاعراض واضحه عنا، يعني نحن اول جائحة كورونا في سوريا مثل ما خلينا نقول المراجعين بكميات كتير كبيرة، نحن فاقدين، نحن ما عم نشم ولا عم ندوق. معظم المصابين بفقدان حاسة الشم والتذوق تكون إصاباتهم طفيفة كتر خير الله، يعني بتبدأ بحرارة وقد يعني نضل فترة مع المريض نسأل شوي ونبحبش لنكتشف إنه إجته بردية، يعني يمكن شي نص ساعة بيومين قبل فقدان حاسة الشم والتذوق، وممكن يقلك ما صار معي شي أبدا، أنا فجأة نمت فقت ما عم شم ولا عم دوق. بتتطور هاي الأعراض. هلأ 80% من المصابين بفقدان حاسة الشم والتذوق عم ترجع عندهم الحاسة خلال أسبوع لأربع أسابيع. نسبة 20% فقط اللي عم تضل بعد الأربع أسابيع، وبتكون عم ترجع بشكل تدريجي، يعني الفقد النهائي بعد الأربع أسابيع بس ما كتير. وبيرجع يعني بيتطور هيك وبيرجع من يعني من أخف الحالات بالحالات الإصابة، ومن الإنذار كتير جيد الناس اللي بيفقدوا حاسة الشم والتذوق بفيروس كورونا. طيب دكتورة، في ناس صار تسأل إنه في ناس هل لما بتستمر 4 أسابيع معناته هو لسه ما طاب، ولا ممكن يستمر هذا العرض معه حتى وقت ينتهي الفيروس من جسمه؟ أي هذا سؤال كتير نحن عم نسأله، إنه نحن ما رجعت عنا الحاسة فمعناته نحن لساتنا مصابين. معنا فيروس. لا، أنت غير مصاب.
غير مصاب، بمعنى انه انت الفعاليه الفيروسيه عندك صارت كثير ضعيفه وانت اصلا ما بتعدي. نحن معروفه انه فتره الحجر بالكورونا 14 يوم، وهذا الشيء يعني عملوا عليه دراسات كثير لحتى يشوفوا انه بعد ال 14 يوم الانسان بيعدي او لا. بالنسبه لفقدان حاسه الشم والتذوق، ما بترجع الحاسه لانه لسه في اليه اصلاح الخلايا التي تضررت، بينما هي ما أنا اصابه. يعني نحن خلص يمكن حتى اذا عملنا شوي المسحات فيها لغط، لانه احيانا المسحات عم تضل ايجابيه لفتره طويله حتى وانت غير مصابه، بس انت بعد فتره ال 14 يوم غير معدي غير مصاب، بس لسه جسمك عم يصلح الضرر يلي صار بالخلايا بسبب الفيروس. خلينا نحكي دكتوره كمان، يمكن مش بس وباء كورونا هو بيتسبب بضرر بحاسه التذوق والشم، خلينا نحكي عن الامراض الاخرى مشان ما يصير اختلاط، لانه هلا المشكله عم يصير في اختلاط بكثير امور من خلال هالاعراض. يعني احيانا بيكون الواحد مقرب او مرشح عم يصير اختلاط ارتفاع حراره، فيفكر حاله بس لما عم يشم شوي معه كورونا او معه بعض الاعراض. شو الامراض اللي ممكن كمان يتعرض هدول الحاستين لبعض الضرر؟ مزبوط، وهي القصه نحن كثير عم نعاني منها بهالفتره. بزمن الوباء شوي في قوانين وبائيه بحيث انك انت بتعتبري اي انسان مصاب بعرض موجود بهذا المرض هو مصاب بهذا المرض حتى يثبت العكس. صحيح. اثبات العكس طبعا حصرا بالمسحه، بس ما بده يروح للغياب، يعني ما بده يغيب عن ذهننا انه في كثير شغلات بتسبب فقدان هاي الحاستين، بس يمكن مو بشكل فجائي مثل ما عم يعمل فيروس كورونا. وهذا كثير بدنا ندقق فيه اثناء اخذ القصه السريريه من المريض والاعراض اللي عم تصير معه. من اهم القصص اللي بتسبب عنا فقدان حاسه الشم والتذوق هي الانفلونزا العاديه، الانفلونزا الموسميه اللي نحن بتصير بشكل مواسم، وهي بتسبب ضرر بالاعصاب، ومن يعني بيكون فيها الضرر دائم على الاغلب. الاسباب الثانيه، السبب الكثير شائع واللي يعني يخفى عن الذهن حاليا، هو الاسباب التحسسيه، التهابات الجيوب، التهابات الانف التحسسيه، لما نحن الزوايد اللحميه اللي جوا الانف بتتضخم بتسكر الانف، بتبطل جزيئات الرائحه قادره انه توصل للغشاء الشمي، بالتالي بتفقدي حاسه الشم، بالتالي كمان تضعف حاسه التذوق. من الاسباب، هلا في اسباب كثير واضحه، يعني مثلا مثل اكلت رض على الراس، حادث او شيء فقد الحاسه بعدين، هذا شيء له علاقه يمكن بالضرر العصبي، بصير في تقطع بالاعصاب، بصير في مشكله عصبيه. اي مرض ممكن يعمل اعتلال الاعصاب، لانه بالنهايه نحن تنبيهنا بده يكون عصبي، مثل السكري، مثل الاورام لا سمح الله، وهي شغلات يمكن بتكون واضحه اثناء الاستجواب وبتكون تدريجيه ما بتكون فجائيه مثل فيروس كورونا. كمان دكتوره، بما انك حكيتي على الاورام، كثير ناس عم يسالوا هالاسئله شائعه، مرضى السرطان اللي بيتعالجوا بالكيماوي هل بيتعرضوا لفقدان حاسه الشم والتذوق؟ ممكن جدا، ممكن جدا يتعرضوا لفقدان الحاستين، بس المنيح انه بس يخلص، بس يعني تخلص الجرعات المحدده حسب نوع كل ورم، وبس يخلص تاثير العلاج الكيماوي من الجسم ترجع الحاسه بشكل تدريجي. طيب خلينا نحكي عن الاطفال شوي، نعطيهم شويه مساحه، شو يمكن الامراض اللي ممكن يصابوا بفقدان حاسه الشم والتذوق غير الانفلونزا الموسميه اللي احنا بنعرفها؟ اغلب يعني الحالات نقص الشم عند الاطفال ترتبط بالحساسيه. بالحساسيه، وخصوصا انه في حساسيه عند الاطفال هي بتتطور بعمر صغير، وممكن خلينا نقول على الخمس سنين تروح او عند البلوغ تروح. فاغلب حالات فقد الشم والتذوق عند الاطفال ترتبط بمرض بالاستعداد التحسسي عند الطفل، او ممكن بحالات الكومون كولد، الجريب العاديه، مو الانفلونزا، الجريب العاديه اللي بصير فيها سيلان، بصير فيها انسداد للانف، وقتها ما بيبطل الطفل يشم يعني. طيب دكتوره، يعني كمان سؤال عم ينسال، انه بعد ما المريض يشفى وتمر مرحله خلينا نقول اكثر من 4 اسابيع، كمان هي معلومه شائعه ما بنعرف مدى صحتها، بدنا نعرف المعلومه منك، انه الاشخاص ما عم ترجع عندهم الحاسه 100% مثل ما كانت سابقا، عم ترجع بس متاذيه، يعني اذا فينا نقول. ففي ناس عم تقول هل ممكن واحد ياخذ دواء بعد ما ينشفى من كورونا ترجع له حاسه
شم وتذوق بشكل مثل ما كان سابقا؟ آلية فقد الشم والتذوق بالكورونا هي إصابة الخلايا الداعمة للخلايا العصبية، مشان هيك يعني لا خوف من إنه بتروح الحاسة، هي بدها ترجع بالتدريج. بس بدها وقت. بدها وقت. هلا حسب آخر التوصيات بالنسبة لنا لأطباء الأذنية عدم إعطاء أي دواء إلا إذا تجاوزت الفترة، الحقيقة مو شهر، 3 شهور. وقتها بتبلشي تدوري عن سبب تاني انه لا، خلال 3 شهور لازم تكون رجعت الحاسة. هلا في ناس كتير بيضوجوا بعد شهر، نحن قبل 14 يوم ما بنعطي دواء نهائيا ابدا. هلا ممكن اذا تجاوزت الفترة شهر ممكن نبدا نعطي ادوية مثلا مثل البخاخات الكورتيزون، ممكن نعطي كورتيزون فموي، نحن بنتجنب اعطائه قبل 14 يوم لانه بخفف المناعة. هذا بيساعد على تخفيف الوزمة بالخلايا بخلايا البشرة الشمية، وبيساعد على تسريع عملية تصليح الضرر يلي صار بالخلايا. بس هذا الحكي أكيد مو قبل شهر، لأنه نحن ما رح نغامر بأنه نضعف المناعة، ونحن بالأصل جاي عنا الإصابة طفيفة، فلا نحن بنتحمل شوي. بعدين ممكن الناس اللي كثير بيضوجوا، لانه هي بالفعل فقدان الحاستين شيء كثير مزعج طبعا جدا، يعني ما عاد بيستهم شيء من الاكل. هلا الاكل هو يعني مثل ما بيقولوا اخف الهم، في شيء يرتبط بالسلامه، في شيء مثلا يرتبط انه شيء عم يحترق انت ما تشمي او هي القصص او ريحه غاز او شيء، في شيء يرتبط بالسلامه العامه وهو مزعج جدا بالفعل. بيحس الانسان حاله بفقاعة يعني هلا مثلا انت قاعده ما عم تشمي شيء ولا شيء، فهذا الشيء من اجله لبعد شهر تقريبا من الاصابه. صحيح. بالختام دكتوره خلينا نوجه بعض نصائح للمشاهدين اللي كمان ما اللي قلتي صبرهم قليل شوي، كيف فعلا فيهم يتعاملوا مع فقدان حاسه التذوق والشم؟ هي بترجع بس بدها فتره زمنيه مؤقته، مثل ما قلتي يمكن نحن نوعا ما محظوظين شوي لانه عم يجي خفيف الشده الجائحه عنا. انا بحب طمن اي حدا صارت عنده الاصابه بفقدان الشم والتذوق انه هي الاصابه طفيفه على الاغلب. تطورها اللي فيما بعد ممكن تصير اعراض صدريه او اصابات صدريه كثير كثير قليل حسب ملاحظاتنا، حسب يعني احنا ما شفنا مرضانا. بحب كثير اكد لكل المرضى اللي بيجوا عندي ولغير مرضى انه فقدان حاسه الشم والتذوق ما بده اي دواء. يعني انا بشوف كثير ممارسات خاطئه، بياخذوا ادويه التهاب، بيبدوا ياخذوا كورتيزون، بيبدوا ياخذوا اي شيء. ابدا 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 ما بدك اي دواء نهائيا. هلا ممكن اثناء فقد الحاسه نعطي حبوب زنك فقط، لانه اصلا نقص عنصر الزنك هو من احد الاسباب اللي بتخلينا حاسه الشم تقل. بس هو مراقبه فقط، اذا نحن حسينا حالنا كثير تعبانين ممكن ناخذ حبه مسكن اللي هي السيتامول اللي هي المسكن المصرح فيه بكورونا، ومو بحاجه ابدا ناخذ دواء التهاب، مو بحاجه ابدا ناخذ بخاخات. نحن بنوقف البخاخات بشكل كامل والاطرات باثناء فقد حاسه الشم والتذوق، بنخاف تنزل الاصابه تكون محدودة بالغشاء الشمي، تنزل الإصابة تكون صدرية. مو بحاجة أبدا مثل ما بشوف ناس هيك على حسب ما بيسمعوا، يا بياخدوا كورتيزون فموي يا أما بيبدوا إبر كورتيزون، هذا الشيء أبدا ما بيصير. في ناس أصلا عندها هي الأدوية دكتورة، يعني هلا هذا شيء ثاني، اللي عنده هذا الادويه هذا شيء بده يصير حتى المعالجه والاستشارات مشتركه بيننا وبين الطبيب المشرف عليه. تمام. يعني في عندنا امراض اجباري بده يصير مشترك، بس انا عم بحكي عن ناس اصحاء، انا بقول لهم ولا شيء، بس انتم الخطوره بالنسبه لنا انه هدول المرضى معديين. صحيح. لانه هن ما عندهم اعراض، ما عندهم وهن عام، بيقول انه انا ليش بدي اقعد، ما في شيء غير انه انا ما عم شم، بدي اروح على الشغل، بدي اروح اجيب اغراضي. نحن دائما بنقول لهم انتم معديين بشده، يعني انتم لانه ما في عندكم شيء بحسسكم بقعدكم بالبيت بحسسكم بالمرض، فانتم ناشرين للمرض. لا، هو اهم شيء انه بس نحس بهالاعراض نلتزم بالحجر. هي اهم نصائح يمكن بتقدمي لهم اياها اليوم، هو الالتزام بالحجر المنزلي عند ظهور اي اعراض لمده 14-15 يوم. الدكتوره ميس حوراني نتشكرك على وجودك معنا، اخصائيه اذن انف وجراحه. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتوره، بنتمنى لك الصحه والعافيه دائما.